شو كلام شو دكتور طمني؟ لا ما في شي ان شاء الله ضغطه مرتفع شوي ضغطه مرتفع؟ بس يعني ما في بالعادة يرتفع ضغطه هيئته زعلان من شي لحتى هيك صار معه وحاصر بقلبه والله على علمي ماله زعلان من شي شو ابو فاكر لتكون مرتك الثانية مزعلتك لك اخ اخ يا دكتور من وين الواحد بده ما يزعل وما ينقهر وهو شايف وضع البلد والناس هيك آه فهمني اطول بالك ابو فاكر ربك بيفرجها انت المهم هلا دير بالك على صحتك ولا تحمل حالك اكثر من طاقتك واهم شي ما تسمع اخبار بهالفتره لبين ما تتحسن صحتك ان شاء الله دكتور ان شاء الله مع اني ما بوعدك ها ما بوعدك اني ما اشوف اخبار ولا اسمع حتى بكل الاحوال ام جوزيف جيبي له هالدواء بيرتاح عليه ان شاء الله يسلم يسلموا ايديك دكتور تفضل 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 شكرا دكتور ما بخفي عليك يا ام جوزيف ان ابو فاكر وضعه ما بيطمن لانه ضغطه طالع كتير والله ستره من شي جلطه يا لطيف شو هالحكي ايه والله واذا الاخبار هي اللي متعبته كل هالقد بدك باي طريقه تمنعيه يشوفها لك شلون امنعه يا دكتور الا الاخبار ما بقدر امنعه عنها لك بتحسها ماشية مع الدم بعروقه حتى لو حتى لو يا ام جوزيف هلا صحته اهم ولازم ما يسمع اخبار لحتى ينزل ضغطه ويستقر طيب رح اعمل جهدي وان شاء الله خير يا رب ان شاء الله خير يلا معافى الله معك دكتور يسلموا ايديك دوما وعربين وسقبة وحمورية وزملكة وحرستا ومنطقة المرج إضافة لعشرات القرى والبلدات أبو فاكر شو هاد؟ شو هاد؟ شو جوزيف؟ عم تسمع اخبار ما قال الدكتور ممنوع تسمع اخبار لبينما ما تتحسن لك والله يا ام جوزيف ما عم بقدر بدي اعرف شو عم بصير بهالعالم اي طمان ما رح تخلص اخبار العالم لبينما ما تتحسن صحتك رح تلاقي كثير اخبار مستنيه اي بس انت شايفه الوضع شلون يعني بدي اعرف شو رح يصير خلصنا ابو فاكر لا تناقشني نحن اتفقنا ما نشوف اخبار لحتى تطيب وتتحسن صحتك اعطيني هالريموت وه. واذا عدتها رح اضطر الغي كل التلفزيون من البيت مع اذا كان موعد الهدنه الساعه 12 مثلا من الليله ام جوزيف شو عم تعملي هون ومسكره الباب على حالي؟ اه ايه ولا شيء ولا شيء بس كنت بدي انظف الغرفه عم تسمعي اخبار بالسرقه مو على اساس اتفقنا ما نسمع اخبار لتتحسن صحتي؟ قاعده ليل نهار عم تمنعيني اسمع الاخبار وأنتي عم تسمعي اخبار بالسرقه يا ام جوزيف؟ اه <applause> لحالي بس بسمع الاخبار مشان وقت الطيب احكي لك شو صار بغيبتك احكي لي شو صار بغيبتي انت نفسك ما بتقدري تعدي بلا اخبار بس يا حوينة هاليومين اللي مضوا بدون ما اسمع فيهم اخبار بس كرمالك كان اكثر اما هدنه لا دائما احنا بنعرف انه انه هي قصه الهدنه صارت معروفه صارت معروف شو نهايتها وشو المطلوب منها بس بدك الصراحه لحد هلا بنعطي حالنا شويه امل انه احنا بنعرف انه ما في ما في نتيجه من الهدنه بس لربما يعني يمكن مشان نعيش جوز كلام